المسبح الساعة 3
ما هو احنا من ايطاليا في المسبح الساعه 3 مثلا اذا صارت وينك بكون فيها موجودين نروح قبل يطردنا المدرب هناك والله جدولكم مو مثل يعني هنا كل شيء منظم هم بعد ماخذين علينا تقريبا 500 ريال في البوابه تامين لا تكسر شيء المدينه هنا لا تكسر اي حاجه محسوب عليك يحسبون عليك الفلوس كل صاله رياضيه طبعا يطلبون من عندنا تامين حق الكوره تامين خلص زين على طول يرجعون لنا التامين اذا خلص من نفس الصاله هذه تبتدي باول صاله الالعاب كل نفس المجموعه كامله انا اعطيتهم العدد بس اللهم يسوون لنا الجدول تفضل اول مره سولف مساء الخير ولا
اللي ما عندنا لي هذا. Come on, come on.
انا اقول لك هذا هو